بابا مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة، تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية من استديو الإذاعة بالريتسي مول. حكون معكم أنا عبد الله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة للثانية ظهرا، وتقدر تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا لليوم رحلة الحمل، فحنتكلم إن شاء الله في هذا الموضوع عن الحمل الآمن ومراحل الحمل الثلاث، وأيضا التحديد طرق الولادة والعديد من المواضيع المرتبطة في هذه أو في هذا الموضوع. أيضا اللي حاب يشاركنا أي سؤال أو استفسار على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور محمد أحمد إدريس، طبيب نساء وولادة. حياك الله دكتور محمد. يا أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير أنت وجميع المستمعين، وأهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكون حلقة كالمعتاد من ألف ألف، بتقديم كل ما هو مفيد وجديد للمستمعين إن شاء الله بإذن الله. طبعا في هذا الموضوع اللي مثل ما قاعدين نتناقش فيه قبل الحلقة، يعني في بعض المغالطات اللي لا تزال منتشرة ولا زالت الاعتقاد فيها يعني من السيدات مؤمنين فيها بشكل خاص، فإن شاء الله في هذه الحلقة وبتواجدك معنا إن شاء الله نوضح كامل هذه النقاط، بداية من مراحل الحمل والطرق الآمنة وأيضا في جزئية طريقة تحديد الولادة. فإذا بنيجي نأخذها من البداية، يعني في الحمل الآمن، فوش الحمل الآمن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمل الآمن هو الحمل اللي إحنا متوقعين أنه يحصل هذا الحمل. للأسف كثير من السيدات والكابلز اللي بيكونوا متزوجين بيجوا عند طبيب النساء والولادة لمن يصير حمل أو يصير في إشكالية. يفترض عشان يكون الحمل آمن وصحة المرأة والجنين بشكل كويس، من يوم يصير زواج، من يوم يصير فيه تخطيط للإنجاب، نزور الطبيب، دكتور والله احنا نبغى نأجل الخلفة سنة سنتين، نبغى ننظم الأسرة، ايش ناخد، نبغى نوقف الموانع، بيصير في خطة انه يصير في حمل، ايش المكملات، ايش التحاليل، ايش الإجراءات اللي نسويها، في أدوية لازم تتاخذ قبل الحمل اصلا عشان تكون الرحم والجسم كبنية صالحة لاستقبال هذا الجنين. اللي بيصير الله يكرمك، تأخرت الدورة، جات المريضة للمستشفى، سوينا الأشعة، أنا حامل. يا الله ما كنت متوقعة وما كنت مخططة. طب أنت لا بتاخدي موانع، وما شاء الله أنت وزوجك مع بعض يوميا، ما هو مسافر أو شغله بعيد، أو أنت بتاخدي احتياطات، ولا بتمشوا على الجدول الآمن، فلازم يكون في حمل. لما يصير الحمل من غير الإجراءات ما قبل، اللي هي التحاليل، نعطيها الأدوية، نهيئ الرحم والجسم لاستقبال هذا الطفل، حتى الزوج يأخذ بعض الفيتامينات والمكملات اللي تخليه بصحة أفضل، يقلل من التدخين اللي هو يدخن ويحاول يبطل، بعض اللي بيمارسوا أنواع من الرياضة للرجال بتأثر على جودة الحملات المنوية، هذه كلها النصائح تؤدي إلى إن شاء الله يصير الإخصاب بشكل أفضل وتكوين جنين مخصب بشكل جيد، التصاق الجنين في الرحم بشكل جيد، نبدأ وقتها رحلة الحمل العشر شهور زي ما قلنا تحت الهواء بشكل أفضل وآمن إن شاء الله، مرورا بالثلث الأول والثاني والثالث إلى وقت الولادة. هذه كلها هتكون إن شاء الله بسيطة وآمنة إن شاء الله. ممتاز. الآن يعني هذا هو تعريف الحمل الآمن، يعني الاستعداد ما قبل وأثناء وخلال هذه الرحلة. بالضبط. لكن الآن طيب أن ذكرت يعني في بعض الأزواج يتفاجئون بحكم أنهم يعني ما في موانع، المفروض أن يصير في حمل إذا كان مثل ما صحيح. ذكرت أنهم موجودين على طول. لكن طيب إذا ما زاروا الدكتور في قبل ما ينوون أنهم يحملون، إيش الإشكال لو كان الزوج مستصح والزوجة مستصح؟ هو ما في إشكال، لكن دائما نقول الوقاية خير من العلاج. طيب لما الطب يتطور ولما منطلع فيه أشياء تقي من بعض الأمراض اللي منتشرة نتيجة مثلا نقص فيتامينات، إحنا كلنا الصحة العامة صارت أقل من زمان،
نمط التغذية صار أسوأ من أول، المأكولات السريعة وقلة ممارسة الرياضة والتكنولوجيا والأشعاعات اللي معانا في الجوالات والأجهزة الذكية دائما هذه بتقلل من الصحة العامة، لابد تعويضها. فقر الدم عندنا متنشر بشكل مرة كبير، فلما نجي وحدة حملت ونسبة الدم عندها نازلة فبالتالي وصول الدم للبيبي هيكون أقل، نسبة أنه يصير لها مشاكل خلال الحمل أكبر، نسبة أنه يصير لها لا سمح الله إجهاض أكبر، حتى العادات الغير صحية من عدم انتظام النوم والأكل وعدم ممارسة الرياضة وهذه الأشياء كلها تؤثر على جودة الحياة لاستقبال هذا الطفل. نقدر إننا بزيارة واحدة قبل الحمل للطبيب إننا إن شاء الله نرفع مستوى الصحة العامة للإثنين، بالتالي يكون الحمل أأمن، بدل ما إنه تجينا في النهاية والله ما في نبض، والله الدم عندك نازل، خدي نقل دم، خدي كيس، بعدين فترة الحمل قصيرة إننا نبدأ نعالج بعض القصور في الجسم. يعني واحدة عندها فيتامين د ناقص ما يعني هو مش الأفضل بالضبط، يعني حديها فيتامينات. طيب هي حامل، الفيتامين حيروح لفين؟ هل جسمها حيتقبل خلال فترة الحمل؟ هي في واحد بيتغذى من بطنها تاني مرة. فالأفضل نهيئ الجسم كاملا وبعدين نستقبل الحمل. الموضوع جدا بسيط، بل حتى تصحيح الأشياء زي ما انت تفضلت 6 شهور مثلا لو هي حامل، لو هي ما هي حامل ولا يمكن شهرين أمورها تتزبط وشكرا، لأنه الجسم ما في أحد ثاني، كل التصحيحات بتاخدها هي. نقدر كمان نقول تعريف الحمل الغير آمن هو الحمل اللي صار بالصدفة بدون تخطيط. بعضهم من السيدات بياخدوا أدوية، بياخدوا مضادات حيوية، الريكوتان حق التنشيف والحبوب كثير ناس بيستخدموه. هذول اللي يمارسون رياضة من السيدات؟ مو رياضة، بعضهم يكون عندهم حبوب في الجلد أو بتابع مع دكاترة الجلدية أو بيكون عندهم مشاكل في الشعر بياخدوا بعضها، بل حتى عبد الله المناكير، صبغات الشعر تأثر. طبعا المناكير، صبغات الشعر، بعض الكريمات اللي بيكون فيها فيتامين A وفيتامين E، هذه كلها تعمل زي الإشكالية على البيبي. فلما تجينا المريضة في البداية ونقول لها هذا الكلام وانتبهي من كذا وانتبهي من كذا ولازم أول 3 شهور تنتبهي من 1-2-3 نرفع 1-2-3، يكون الوضع زي كأنك بتقرأ الكتالوج حق الحمل، عشان مش وقت الحمل تقعد انت ستاك في كل شيء. يعني هي خلاص انت قدك حملتي، فصعب زي ما قلت ان تحاولون انكم مثلا انت تصلحون اشياء في وقت قصير وفي بالضبط. وقت حرج تقريبا بالضبط. لكن في قبل الحمل الآمن ان ذكرت الآن مثلا من ضمن الأشياء اللي هو ما يكون في استخدام المناكير، وش غيرها من الأشياء هذه اللي ممكن الواحد ما ينتبه لها أو يحسب أنها بسيطة؟ لا شوف، أنا ما قلت ما يستخدموا مناكير، مو ما يستخدم، ممكن يتجنبها. شوف في المناكير يستخدموا جميع الأشياء كويسة، لكن التركيب، يعني عندنا إحنا المناكير وصبغات الشعر بعضها بيكون مؤقت، بعضها بيكون بس لون، لكن في بعضها تلاقي معها جملة مقوي، معها مقوي للأظافر، معها فيتامينات للأظافر. حتى المكملات الغذائية اللي تاخديها لابد تكون نسبتها بسيطة بحيث إنها ما تضر البيبي في فترة التكوين اللي هي أول 3-4 شهور. المناكير اللي هو يروح مع الموية، مش اللي يثبت، مش اللي يقوي الأظافر والشعر، هذا طبيعي عادي تستخدمه أي وقت لأنه ما بيوصل للبيبي. لكن اللي معاه فيتامين A وفيتامين E هذه يفضل عدم استخدامها تماما في أول فترة للحمل، ويفضل خلال فترة الحمل كاملة. ممتاز، نكمل إن شاء الله معك لكن فاصل مستمعين الكرام، ولا يزال فضيفتنا دكتور محمد أحمد إدريس طبيب نساء وولادة. واللي حاب يشاركنا أي سؤال أو أي استفسار على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعي. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في عنوان حلقتنا لليوم رحلة الحمل. واللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يشاركنا سؤال على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على هاتف الإذاعة 900-66-01-2. أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد أحمد إدريس طبيب نساء وولادة. حياك الله دكتور محمد. يا هلا وسهلا، أهلا بك. الآن في قبل الفاصل تكلمنا بشكل عام عن أبرز
وش تعريف الحمل الآمن وإيش اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار من ناحية الزوج والزوجة، لكن الزوجة على وجه التحديد بحكم إن مثلا لازم يكونوا مستعدين، يعني مو إن يحملون ويقولوا يتفاجئون في هذا، هم أكيد يعني زي ما نقول بدلوا الوسائل. صحيح. فأكيد المفروض يكون في استعداد في هذا الجانب. صحيح. الآن نفترض إن الزوجة بدأت في المرحلة الأولى للحمل وهو الثلث الأول، فوش أبرز المعايير أو أهم العلامات اللي لازم تنتبه لها الزوجة في خلال هذه الفترة اللي تعتبر يعني فترة أو مرحلة مهمة جدا بحكم إن تبدأ في عملية يعني بناء الجنين من البداية؟ طيب، أول شيء لازم كل السيدات يبطلوا موضوع إني صاحبتي سر لها، أختي قالت لي، مقارناتي. لا تسألي أحد غير أهل العلم أو الناس المختصة، ولا تشتتي نفسك أنه كل مرة عند طبيب. قبل الحمل دوري لك طبيب ترتاحي له، طبيب سمعته طيبة، والكل فيهم الخير والبركة. دكتور أنا ناوي أحمل، وتكملي معه طول الفترة ما لم يطرأ طارئ أنه طبيب سافر أو رحت مدينة تانية أو شيء. لازم دائما ملفك معاكي من تاريخ آخر يوم في أول يوم في آخر دورة، تعرف إيش صار كل زيارة، ينكتب لك فيها إيش اللي حصل وإيش اللي حيصير إن شاء الله. في البداية حمض الفوليك من الأدوية اللي جدا جدا مهمة، هو مكمل زي الفيتامين، بتاخده سيدة حبة كل يوم. القاعدة حقته 3 قبل 3 بعد، 3 شهور قبل الحمل والثلاثة شهور الأولى من الحمل، فائدته كبيرة جدا في تكوين الجهاز العصبي وتقليل التشوهات الخلقية في الجهاز العصبي للجنين. طبعا قلة التغذية أو نمط التغذية حاليا بيقلل موارد دخول هذا الفيتامين للجسم، فمناخده عن طريق الحبوب، فهذا من الأشياء اللي جدا مهمة من قبل الحمل. تشخيص الحمل جدا مهم. لما تتأخر عليك الدورة 3-4 أيام وتعمل التحليل المنزلي ويطلع فيه حمل، لا تكتفي بهذا الشيء، لابد تحليل الهرمون الرقمي عن طريق الدم للتأكد من نسبة الحمل وكم نسبة الهرمون في الدم، لأنه إحنا عندنا الخطين اللي بتطلع في التحليل المنزلي هي عبارة عن قد يكون إجهاض، قد يكون حمل، قد يكون حمل خارج الرحم، قد يكون حمل عنقودي. هذا أداكي مؤشر إنه هرمون الحمل ارتفع شوي. تجي المستشفى نعمل لك تحليل الهرمون الرقمي، نعمل الأشعة الصوتية عن طريق البطن، ناخذ نبدأ مقاسات كيس الحمل، لأنه هذه المقاسات هي الأدق جدا 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 عشان نحسب موعد الولادة الصحيح، ومتى يكون أنت خلصتي موعد الولادة ومتى طوفتي عليه. لكن نقعد في البيت ونقول إحنا حامل، بدأت أعراض، أنا حاسة بوحام، هذه كلها ما تعطينا بعدين مؤشر طبيعي. نقطة مهمة جدا، الحمل يبدأ من أول يوم في الدورة الأخيرة وليس من يوم العلاقة الزوجية. كثير من السيدات تجي تقول لها متى آخر يوم، أول يوم في آخر دورة، تقول لك لا أصل دكتور أنا يعني كانت العلاقة الزوجية في اليوم الفلاني. العلاقة الزوجية ما لها علاقة، بداية تهيئة البويضة التي ستخصب هي من أول يوم لآخر دورة، وهو ما يتم فيه حساب الحمل. الشهور الأولى لما بنحسب نعمل الأشعة، ناخذ المقاسات بالإضافة، بنشوف هل هو حمل بيبي واحد أو توأم أو خارج الرحم، هذه كلها مهمة في تشخيص البداية حقتها. من المشاكل اللي ممكن تحصل في هذه الفترة النزيف المهبلي، قد يكون لأسباب كثيرة، منها إنه يكون مجهود بدني، دفت شيء، شالت شيء، أحيانا الجماع بيعمل هذا النقط دم بسيطة ما نسكت عليها، لابد نراجع المستشفى، بيتعمل فحص مهبلي. كثير من السيدات بيرفضوا الفحص المهبلي، يعتقدوا إنه حيسبب لها إجهاض. الفحص المهبلي بيدينا مؤشر جدا جدا مهم، هل عنق الرحم مفتوح أو لا. إذا كان مفتوح فإحنا تقريبا وصلنا لنهاية القصة. إذا الرحم مقفل، في كثير من الإجراءات الطبية اللي نعملها عشان نحافظ على هذا الجنين. مع الأشعة والفحص المهبلي الدكتور يقدر يحدد هل أنت بحاجة لبعض الأدوية، هل أنت بحاجة لراحة، هل أنت ما بتحتاج شيء مجرد أنك ترتاحي، هل سيتم تنويم لأنه والله هذا الحمل ما حيكمل. فأتمنى من الجميع لما نروح عند دكتور، زي ما قلنا دكتور موثوق وأنتوا عارفينه وسمعته طيبة، لا تتدخلوا في عمله، خلاص هو عارف، لا تقولوا تسوي لي لا تسوي لي، أبغى ذا الفحص ما أبغى الفحص، حيصير عنده الصورة ما هي مكتملة، أو نقاط أو البازل حقت الصورة ما هي كاملة، مو قادر يجمع صورة كاملة. يبقى يديك علاج بس ما عنده نتيجة فحص مهبلي، يبقى يديك أدوية ومثبتات بس ما عنده سونار. فهذه الأشياء كلها نخليها للطبيب هو اللي يتصرف. الوحام هو موجود،
نتيجة ارتفاع الهرمون بيصير في زي الغثيان والإعياء. العلاج حقه مضادات الحموضة ومضادات الغثيان وبعض الملطفات العلاجية، لكن مش علاجه إنه زوجك ياخدك السوق ويشتري لك اللي تبغيه أبدا. يعني هذه الفكرة غلط الآن. هذه الفكرة السيدة لو توحمت أو ما أكلت الشيء اللي بغته يجي في الطفل. لا أبدا غير نهاية. صحيح تماما، طبيا غير صحيح. يعني هي بس مجرد موضوع نفسي، هي بس وسيلة ضغط. هي وسيلة ضغط إنه والله يجيب لي سوي لي، ومن حقهم يتدلعوا. طبعا حيزعلوا مني السيدات، لكن هذا علم. وأتمنى من جميع الرجال يراعي التغيرات الهرمونية والفسيولوجية اللي بتمر فيها السيدة. نسبة الدم عندها بتزيد، السوائل في الجسمها بتزيد، عندها concerns إنه إيش حيصير في جسمي، كيف حيصير بطني، هل حيصير تشققات. الهرمونز لوحده حيعمل لها تغيرات إحنا 7 أيام ما بنتحملهم ولا بيتحملون. أكيد. طيب في هذا الجانب، في أبرز التغيرات اللي تصير على السيدة من الناحية النفسية والجسدية، وش اللي يظهر عليه في بداية الحمل؟ شوف، لما يصير الحمل ويبدأ الهرمونات ترتفع ويبدأ في استقبال البيبي، يصير في عندنا شعور بالغثيان، ويصير في الإعياء والتعب بشكل دائم. بالنسبة هي إيش حتلاقي؟ حتلاقي في زي التصبغات، لون الحلمات حقت الصدر حيصير أغمق، الأغشية حقت الجسم بتصير أغمق، الأشياء اللي عندها في شفايفها بتصير لونها مختلف. فهذه كلها أشياء بتنعكس عليها بصورة أو بأخرى. يعني كثير من السيدات اللي بيسمعوني بيقولوا إيوه صح، والبعض يتجاهل هذا التغير، يبدأ يتوحم، يبدأ يشوف إيش صار. هذا كلام كله يعني الوحام اللي جيب لي وحيطلع في البيبي هذا غير صحيح. الرجال المفروض إحنا ندعم نفسيا هذا الشيء، لأنه في النهاية هو الرحلة من الاثنين، الزوج والزوجة، لازم أنت تكون مساند لها. أنا أضايق كثير من السيدات اللي يجون للعيادة جايين لوحدهم، جاية وأخذها سيارة ولا هي بتسوق وجاية لين المستشفى ونازلة وبتسأل، وهذه وزوجها قاعد ما كلف خاطره إنه يأخذ إذن من الدوام أو يكون موجود معاها ليدعمها أتليست نفسيا، إني أنا معاكي ومعليش أتحملي، ويحسسها بأنه هو معاها في هذه الرحلة، مو إنه والله هذا شيء أنا ما لي علاقة فيه وإنت الأم. فهذه الأزواج أتمنى من الجميع الدعم النفسي ذا. والله إحنا بنشوف نفسيات الزوجات اللي بيجوا مع أزواجهم مختلفة تماما عن نفسية اللي بيجوا لوحدهم كذا. حتى لما يكونوا في الانتظار، واحدة جاية لوحدها وواحدة مع زوجها، صحيح أكيد، ترجع تتضارب مع زوجها يقول لها هذه هرمونات حمل، ترجع تقول لا جيب لي، فتصير المشاكل دي بينهم. فالمفروض إنه في هذه الفترة بالذات، لأنها لسه شيء جديد عليها، الهرمونات بدأت تتلخبط، لسه ما شافت البيبي كامل، آلام، غثيان، بدأت يعني عارف الرحلة تحسها متعبة، ما في مين يساندني. صحيح. لكن لا، ما أدفي معاك شوية لين نشوف صورة البيبي وبيتحرك البيبي ونسمع نبض البيبي، هتحس إنه في أحد معاها دائما اللي هو جوا بطنها. أكيد. طيب الآن قبل ما نطلع فاصل، في جانب وش الرياضة المسموحة للسيدة والغير مسموحة في أثناء فترة الحمل أو في الثلث الأول؟ تمام. نرجع للنقطة الأولى، في كتير سيدات ما يمارسوا الرياضة أصلاً، لما حملت تبى تمارس رياضة. فالأفضل إنك أنت تمارس الرياضة اللي تحسن دورة الدورة الدموية في الجسم، وليست الرياضة اللي تنزل الوزن، وليست الرياضة اللي مثلاً فيها مجهود وأوزان وتعب وأرهاق. لا، إحنا ما نبغى نعرق، إحنا نبغى نخلي الدورة الدموية شغالة بشكل كويس. رياضة المشي كويسة، بعض اليوغا والتمارين الاستطالة كويسة. الرياضات الأخرى لو ما كانت بتمارسها قبل الحمل ما ينصح بها خلال فترة الحمل. أبغى أروح جيم بعدين. في معتقد خاطئ، بيروحوا الجيم عشان ما يبغوا وزنهم يزيد بزيادة فترة الحمل. أنت وزنك حيزيد، فبالعكس الزيادة هذا شيء طبيعي، لكن بمعدل مسموح له، حنعرفه في المتابعات. لكن لا تمنعي زيادة الوزن بأنك تروحي تعملي رياضة. الرياضة معناها جسمك حيفقد طاقة، هياخد الطاقة من الدهون اللي عندك في جسمك، حيقصر من الغذاء اللي رايح للبيبي، فيصير في يعني في تحميل زيادة عليك، وهو المفروض أن يكون أقل، حيصير في إيثار لجسمها أنه يعوض بدل ما يودي للبيبي. لا، هذا بيأثر على بالضبط. لكن لما يكون في تمارين تحسن الدورة الدموية في الجسم، بالعكس حيزيد ضخ الدم، حيحسن عضلة القلب، لأنه الدم كله زاد، كمية الدم زادت. فلما نحسن ضخ الدم والدورة الدموية ونبض القلب، حيوصل الدم أفضل للبيبي،
ويصير عندنا نمو والبيبي بشكل كويس وزيادة وزن الأم بشكل عام زيادة مقبولة وطبيعية وآمنة وسليمة. ممتاز، نكمل إن شاء الله. لكن أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين، نطلع فاصل مستمعين الكرام، ولا يزال في ضيافتنا دكتور محمد أحمد إدريس طبيب نساء وولادة، وأيضا اللي عنده أي سؤال في هذا الجانب في موضوع حلقتنا اليوم يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجع. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولا نزال مستمرين في حلقة اليوم ألا وهي رحلة الحمل، وأيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف حلقتنا لليوم دكتور محمد أحمد إدريس طبيب نساء وولادة. حياك الله دكتور محمد. يا أهلين، حياك الله. أنا الآن في الجزئية الماضية تكلمنا بشكل مفصل عن الثلث الأول وأبرز الفحوصات والمغالطات اللي ممكن تكون عند السيدات، سواء من موضوع الوحم والوحام وغيرها من النقاط، وأيضا الرياضات المسموح فيها والغير مسموح فيها في ذيك الفترة، وخاصة في جانب الدعم النفسي من الرجال، هو طبعا مهم في كل المراحل لكن ممكن يكون أهم في المرحلة الأولى وحتى ممكن في المرحلة الأخيرة، وبينهم صحيح. أكيد موجود، بس يعني النسب ترتفع وتختلف. صحيح. الآن في نقول المرحلة الأخرى اللي هي الثلث الثاني، هذه المرحلة هل تتطلب فحوصات إضافية زيادة على الفحوصات السابقة أم يكون لها فحوصات متابعة؟ هذه المرحلة زي ما احنا دائما مثلا زي ما سوينا عنوان الحلقة رحلة الحمل، فهذه الرحلة هي اللي بيكون شغال فيها مثبت السرعة تماما. احنا ما نبغى نسوي شيء، فقط نلاحظ ايش بيصير. حنعمل فيها أشعة صوتية في الأسبوع 20، من 18 ل20 أسبوع، اسمها الكونجنتال انومالي سكان. بنعمل فيها فحص جميع الأعضاء الداخلية للجنين، قلب البيبي، بطن البيبي، أعضاء البيبي، نشوفها إيش التكوين، لو في تشوهات، في مشاكل، عشان نجهز الخدمات المساندة خلال وقت الولادة. هذا أهم شيء في هذه الفترة، بالإضافة لتشخيص المشيمة، ونعمل مكان المشيمة فين، ونعرف حجم المشيمة وهل في انفصال في المشيمة أو لا، نازلة قبل البيبي أو لا. فهذه كلها من الأشياء المهمة في هذه الفترة. عدا عن ذلك، ما لم يطرأ طارئ على الأم ما حنعمل ولا حاجة. جاها نزيف، جاها ألام، كبت عليها مويات، إفرازات، حتراجع الطبيب. ما صار شيء، هي زيارات متابعة الحمل الطبيعية المعتادة وبس. نعم، في هذه المرحلة طبعا من ناحية الجنين، إيش اللي يتكون في الجنين؟ هل فقط الأعضاء التناسلية ولا يكون قد اكتملت أشياء أخرى؟ كل شيء، خلاص كل شيء يكون مكتمل. كل شيء، لأن إحنا في هذه إحنا بنستنى إلينا 18 أسبوع نعمل فحص كامل للبيبي. وسؤالك يقودني لحاجة برضو جديدة حاصلة معانا. زمان كنا ننتظر 18 أسبوع إلى 20 أسبوع عشان نسوي تشوهات الخلقية كاملة للبيبي مع جنس المولود بشكل واضح ودقيق وموثوق إن شاء الله عن طريق الأشعة. الآن في الفترة الأخيرة صار عندنا بعض التحاليل اللي نسميها NIPT، بتعمل عن طريق تحليل دم للأم كأنها بتعمل تحليل دم عادي، بنعرف جنس البيبي، بنعرف إذا في تشوهات خلقية أو لا، متلازمات أو لا، أمراض وراثية أو لا، وبيكون بشكل مرة بدري في 10 أسابيع، يعني في بداية الشهر الثالث بنعمل هذه التحاليل ونكتشف إذا في أي مشكلة في البيبي أو لا بشكل جدا جدا مبكر. زمان كان في تحاليل زيادة وبنسحب من السوائل حوالين البيبي وندخل بإبرة في بطن الأم، فكان شوية مزعج ومتعب ومتأخر شوية. الآن بهذا التحليل صار بشكل مرة بدري، فإحنا بس نحتاج الأشعة في 20 أسبوع نعرف كل هذه التفاصيل. طبعا مهم جدا إننا في معتقد دائما بيقولوه الأمهات والحموات احنا نسميهم، انك لا تغذي كويس عشان تاكلي انت والبيبي، كلي حق اثنين. هذا كلام غير صحيح، يعني الحامل بتوأم تاكل حق ثلاثه هتتنبه. وهذا السؤال اللي بعد، هل يحتاج ان تخصص نظام غذائي معين؟ النظام الغذائي موزع بين، احنا هنقول لها اياه، موزع بين كربوهيدرات وبروتينات ودهون، لكن ما نحتاج نزود على احتياج السيدة اللي ما قبل الحمل، لأن لو هي مثلا احتياجها اليومي من الأكل 1700 كالوري قبل الحمل، تحتاج تزود 400 كالوري فقط للبيبي، مش يأكل حق اثنين.
يعني لو هي بتاخذ 1600 حيصير 2000، لو هي بتاخذ 2000 حيصير 2400 فقط، موزع ال 400 على دهون وكربوهيدرات وبروتينات. ما ينفع انك والله انت تنسي نفسك عشان لا نجي في هذه الفتره ولما نجي نعمل لك تحاليل سكر الحمل وتحاليل السكر التراكمي نلاقي والله عندك الدنيا ملخبطه، وهذا ياثر على وزن البيبي، ولما نكون وزن البيبي كبير ما حنقدر نولد طبيعي، حنضطر نولد قيصري تجنبا لعدم نزول البيبي بشكل كويس في الرحم لحجمه الكبير. نعم. الان في جانب ذكرت بعض الامراض المزمنه، طيب السيده اذا كانت تعاني من بعض هذه الامراض هل يكون لها توصيه معينه سواء من بدايه الحمل او في الثلث الثاني؟ طبعا هذا برضو شيء جدا مهم في الزيارة الأولى، هذا اللي نقصده في الحمل الآمن. لما تجينا السيدة للعيادة في البداية سواء كانت ناوية تحمل أو توقف مانع عشان تحمل، بنقسم المرضى نوعين، في مرضى عالين الخطورة وفي مرضى منخفضين الخطورة. اللي عالين الخطورة اللي هي بيكون عندهم مشاكل صحية، حصل لهم إجهاضات قبل كده، حصل لهم حمل خارج الرحم، عندهم عمليات قيصرية، عندهم مشاكل في القلب، عندهم أي مشاكل صحية، فبالتالي هذه حملة يحتاج رعاية زايدة. بالإضافة لو كان عندها مريضة سكر أو مريضة ضغط، في أدوية بتاخدها بشكل منتظم يوميا، فإحنا نقلل لها الجرعة بشكل ما يتعارض مع البيبي وما يأثر عليها الانتكاسة في مرضها اللي هي مريضة بي الله يعافيها، خاصة إن كان الأدوية النفسية واللي بياخدوا الريكوتان حق الجلدية. المرضى اللي هم منخفضين الخطورة ما عندهم شيء، حناخد بس حمض الفوليك ونتابعهم بتحاليل مستمرة، يبان عندي مؤشر لو لا سمح الله حصل أي طارئ حنتدخل على طول في هذا الشيء. ممتاز. لكن الآن في جانب السيدات اللي عندهم أمراض مزمنة ويأخذون هذه الأدوية بناء على جرعات معينة، إن شاء الله يعني يكون الحمل يوصل إن الجنين ما يكون فيه تأثير من هذا العوامل. بالضبط، إحنا منقلل الجرعة وأحيانا حتى من غير الأدوية، في أدوية تنفع لغير الحوامل وأدوية للحوامل. يعني أنت هذا الدواء تاخديه لو أنت ما أنت حامل تبي تحملي، حتغيري لهذا النوع لهذه الجرعة. الجرعة هذه بتكون هي الجرعة الأنسب إن ما تتنكس حالتها الطبية ولا يأثر على البيبي. ممتاز. طيب الآن في هذه المرحلة اللي هي الثلث الثاني، السيد هل بيكون في نوع من التغيرات مختلفة عن الثلث الأول؟ يعني مثلا يكون في قيء مستمر أو يكون شيء بالنسبة للوحام والقيء بيقل تدريجيا من البداية إلى النهاية، في بعض السيدات يستمر معاهم إلى النهاية، لكن شيء طبيعي، شيء طبيعي. لكن بنسبة 80% بينتهي مع الثلث الأول، بعضهم بيستمر. من الناس اللي بيستمر معهم أو بيكون معهم شديد، في بعض الحالات تستدعي التنويم في المستشفى لأنها ما تقدر تأكل، ما تأيت أي موية تشربها بتسرفرها، فبتضطر تتنوم في المستشفى، تأخذ محاليل عن طريق الوريد ومغذيات إلى تتحسن حالتها وتخرج. ممتاز. لأنه حتى لما نعطيها أدوية بتأخذ الدواء بتبلعه بتستفرغ تاني مرة، فبصير ما استفادت من الأدوية. ممكن تبدأ عندها علامات الستريتش مارك اللي هي التشققات وتمدد الجلد في البطن، إيش علاجه ولا شيء. الآن إحنا في الحمل، لو جيتي قبل الحمل ونوعية الجلد عندك من الجلد اللي يبان فيه التمددات يبان فيه تشققات، حندهن كريمات فيها فيتامين A وفيتامين E اللي قلنا إنها ممنوعة في الحمل، لكن لما إحنا نكون صار الحمل ما حنقدر نسوي شيء. عشان كده ننصح السيدات لما بتكون لسه ما هي حامل بس حابة إنها خلال فترة تحمل، تبدأ تدهن من الكريمات اللي هي مكتوب عليها أصلا لمنع تشققات الحمل والولادة وكذا قبل الحمل، يستفيد منها الجسم، تدي زيادة في المرونة لعضلات البطن والجلد، فبالتالي لما نصير تتمدد البطن وتكبر ما يصير فيه تشققات، وإن حصلت يكون نسبة جدا بسيطة. ممتاز. طيب الآن احنا ذكرنا في الثلث الأول أن ما في إشكال أنها تسوي رياضة مثل تمارين الإطالة والرياضة البسيط. صحيح. في هذه طيب المرحلة الثانية اللي هي نفس الشيء، تستمر على نفس اللي عادي تمارس حياتها. بل حتى في بعضهم بيجوا يبوا إجازة ما يبوا يشتغلوا، ما تبغى تروح دوامها، ما تبغى تتحرك أبدا. الحمل لا يتعارض لا مع سفر لا مع ولادة لا مع اللهم صل على برياضة. الإشكالية اللي بتصير في لغط في الموضوع اللي يقول لك ما أبغى أسوي مجهود، لا أنت سوي مجهود لكن تشرب كمية جيدة وكافية وزايدة من الموية. اللي بيصير إنها مثلا بتروح تتسوق تتمشى ما شاء الله المول كامل 4-5 دورات ولا تشرب موية، ليش؟ خايفة لو شربت موية تضطر تروح دورة المياه أنا في السوق، فيصير عندها عطش وقلة تروية في الجسم، فهذه تبدأ تنزل تروية الجسم يأثر على الصحة العامة. عشان كذا وقت رمضان
قبل الفطور تلقى فيه حالات كثير بيجوا المستشفى آلام وتعب وبعضهم ولادات، لكن بعد الفطور من يوم تشرب وتاكل وتشرب موية وتريح راحت الآلام تماما. السفر نفس الكلام، طالما أنت ما بتشيل الشنط وبترتاحي كل شوية بتقعدي ومعاكي قرورة مويتك والله كرمك بتشربي موية تروح الحمام ترجع تشربي موية، هذا عادي تروحي وتيجي وهذا ما في أي إشكالية. الإشكالية بيشهدوا نفسهم وما في تعويض بالسوائل، فيصير في نقص سوائل في الجسم يؤدي إلى الشعور بالتعب والإعياء والكلام. ممتاز. طيب هل في هذه المرحلة هل في بعض زي ما نقول المؤشرات أو العوامل اللي لو ظهرت هذه تعتبر عوامل خطورة أو يفضل التوجه إلى أقرب مستشفى؟ سؤال جدا مهم، ما شاء الله عليك انت محاور جيد اليوم، ما شاء الله عليك وفيكم كلكم الخير والبركة. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف، طالما الأمور ماشية ما يحتاج نراجع الطبيب إلا في الزيارة. إذا حصل لها نزيف أو مويات نزلت منها أو سوائل أو إفرازات أو التهابات سواء بحكة أو بإفرازات لها ريحة مزعجة، هذه لازم تراجع الطبيب. نقطة جدا مهمة، لما تحسي حركة البيبي أول مرة حيكون شعور غريب، هذا الشعور تتعلمي ويصير تقيسي عليه. بيجينا سيدات يقول لك البيبي ما تحرك، طب متى تحرك آخر مرة؟ هي لسه ما حست الحركة فما تعرف إنه البيبي تحرك أو لا. لكن لما نتحرك ويصير أنت تعرفي حركة البيبي من يوم تقل لازم تراجع الطبيب مباشرة. لكن أنت لازم تعرفي وتفرقي بين حركة البيبي وأي شيء تاني بيصير في جسمك. يبان لو حطيت يدك على بطنك كده قبل النوم وقعدتي تتكلمي مع البيبي كده وقعدتي انت وياه تناقش ويتفاعل ويبدا يرفس في مكان، تعرف الرجول وتعرف الراس، بل حتى احنا في العياده بنساعد السيدات انه يسووا ده الكلام، نفحصهم بطريقه معينه نخلي السيده تمسك راس البيبي وتحس الجمجمه وتحس الظهر تحس الرجول، فلما يبدا الضرب تبدا تحس هذه الحركه. يصير هي في بيتها عارفه هل البيبي بيتحرك ما بيتحرك، إذا قلت حركة البيبي نزيف إفرازات التهابات على طول تراجع الدكتور. ممتاز. الآن يعني حركة الطفل تبدأ من أي سوى؟ تختلف حسب السيدة. بالنسبة للسيدات اللي عندهم طبقة دهنية في البطن أو أوزانهم شوية زايدة حتتأخر الإحساس بالحركة، لأنه هو بيضرب في مخدة اللي هي الدهون اللي على البطن وبعدين بتحسها الأم. لكن بالنسبة للسيدات اللي بيكون وزنهم نحيف جداً وما عندهم دهون في البطن والأرداف والجوانب حتكون تحس الحركة بشكل بدري. متى تختلف يعني من واحدة لواحدة، لكن من يوم تبدأ تحسها هتبدأ تعرف إنه هذا حركة البيبي. جميل. يعني الآن السيدة إذا حست بحركة البيبي المفروض نقول تسوي زي إنها تخلي الطفل تحت الملاحظة عشان تعرف متى هذه الحركات، يعني الحركة هذه حتستمر بشكل دوري مثلا دائما. إذا مثلا قلت تحرك في الظهر، فالمفترض أن يتحرك في الظهر بشكل يومي؟ لا، يتحرك في اليوم عدد حركات معينة. أنت كده لما تقيم حركة البيبي مينيمم تحطي نفسك ساعتين تشوفي لو تحرك أقل من 10 حركات في الساعتين بغض النظر هي صباح أو ليل أو شيء لازم تراجع الدكتور تاني مرة. فالحركة لازم تكون مستمرة. بالضبط. من يوم تحسيها قلت أو طبعا أحيانا بتقل مع الصيام، مع قلة المجهود، مع قلة شرب السوائل، في فترات البيبي بيكون نايم فيها عشان كده بنحسبها خلال ساعتين خلي البيبي ينام، غالبا فترة نوم البيبي من 40 لـ50 دقيقة بعدين يبدأ يتحرك. عفوا، الطفل ينام وهو في ال أيوه يعني في يكون يعني يكون صاحي ويكون نايم. أيوه عايش. الأمور حلوة، مريح كده وما بيتحرك، أموره طيبة، يستنى. بل حتى إحنا في الولادة لما نعمل التخطيط بيكون في فترات ينخفض فيها نبض البيبي بشكل آمن نستنى عليه، لو استمرت أكثر من 40 إلى 50 دقيقة نبدأ نتخذ إجراءات، لكن غالبا إحنا بنسميها إنه هذه فترة راحة الطفل أو نوم الطفل نستنى عليه، استمرت أكثر من كده لازم على طول تراجع الطوارئ. ممتاز. تقريبا هذه أبرز النقاط في هذه المرحلة. أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين، فاصل مستمعين الكرام، ولا يزال فضيفتنا الدكتور محمد أحمد إدريس طبيب نساء وولادة. أيضا اللي حاب يشاركنا أي سؤال أو استفسار على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام في آخر جزئية من حلقة اليوم اللي تحمل عنوان رحلة الحمل. وأيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2.
أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد أحمد إدريس، طبيب نساء وولادة. حياك الله دكتور. يا هلا حبيب أهلين. الآن في الجزئية الماضية تكلمنا في المرحلة الوسطى أو الثلث الثاني في أبرز الفحوصات والنظام الغذائي والمخاطر، ويعني إيش المفترض على السيد الحامل أنها تسويها، وأيضا لا يزال من ضمن العوامل المهمة أن الدعم النفسي من الزوج لازم يكون موجود. الآن في الجزئية الأخيرة وفي المرحلة أو الثلث الثالث، في هذه الجزئية هل يكون في مثل ما ذكرنا يكون في فحوصات إضافية، أو أن عدد مرات زيارة العيادة تزيد، ولا إيش المطلوب من ناحية الفحوصات؟ طبعا هذه المرحلة من أهم المراحل اللي حنحدد فيها طريقة الولادة، وحنعمل فيها بعض الفحوصات والتحاليل اللي تساعدنا لاختيار طريقة الولادة بشكل أفضل للأم والطفل. منها هنعمل مسحة للالتهابات البكتيرية أو إذا في أي بكتيريا ممكن تتعارض مع الولادة الطبيعية. هنعمل كمان أشعة نشوف وضعية البيبي. الطبيعي إنه رأس البيبي هو اللي بينزل أول بعدين جسم البيبي. طبعا مهم جدا في هذه الفترة نعمل هذه التحاليل، لأنه في فترات محددة نقدر إحنا عن طريق زي المساجف للبطن بنقلب البيبي لو كان رجوله تحت وراسه فوق. لكن لو جات السيدة متأخرة وقت الولادة ما حنقدر، لأنه صار البيبي حجمه أكبر من أنه يقدر ينلف في البطن. فهذه الأشياء مهمة جدا، كل شيء له توقيت. كل زيارة الطبيب حيقول لك هل أحتاجك تجي الأسبوع الجاي أو نستنى أسبوعين، أو حيديكي بعض الريد فلاج وبعض الأشياء المؤشرات أنك تجي الطوارئ أو لا. وإن شاء الله تكون الولادة في هذا الموعد المحدد للولادة. طبعا إحنا بنحدد الموعد حق الولادة 40 أسبوع بداية من أول يوم في آخر دورة، اللي هي 40 أسبوع. تبدأ وقت الولادة ممكن من 36-37 في أي وقت يجي المخاض وتجي علامات الولادة، فهذه ولادة طبيعية كاملة، مش إنه البيبي جاي بدري أو متأخر. إذا ما جات الولادة في 40 أسبوع نقدر ننتظر إلى 10 أيام طالما حركة البيبي كويسة. 1-2 إحنا متأكدين تماما من الحسبة حقتنا. كيف نتأكد؟ زي ما قلنا في الحلقة، أول ما نعرف أننا حامل نروح نعمل المقاسات حق البيبي بالسونار، وما نكتفي بس بالفحص المنزلي. نستنى بعدها أسبوع إلى 10 أيام وما لم يكون مقرر أصلا عملية قيصرية. متى نختار العملية القيصرية؟ طبعا لو كان السيدات عندها أكثر من عمليتين قيصرية هنا حتولد قيصري ما في مجال. لو كانت المشيمة نازلة قبل البيبي هنا قيصري. لو كان حجم البيبي أكبر من أنه ينزل طبيعي، سكر حمل، بعض الأمراض اللي تتعارض مع الحمل، تسمم الحمل لو كان الموضوع لسه مرة بدري، هذه كلها الطبيب بيقيس المنفعة والخطر، بيقيس الفائدة على الأم والطفل والضرر عليهم، وبيشرح للزوج والزوجة وبيقرروا طريقة الولادة. ممتاز. لكن حتى لو كانت أول مرة تحمل لازم تكون طبيعي ولا بالإمكان أنها تكون قيصري؟ ما لم يكون هناك شيء يعارض الولادة الطبيعية هنروح قيصري. يعني لو واحدة أول حمل لها وكانت المشيمة نازلة قبل البيبي هنولد قيصري. لو كانت طبعا في أسباب متكررة وفي أسباب يعني إن شاء الله أنها ما تتكرر، في أسباب عرضية وأسباب مرضية. لما نجي نقول والله واحدة حنسوي لها قيصري لأنه البيبي نازل برجوله وراسه فوق، الحمل الثاني لا والله البيبي نازل براسه طبيعي، يعني الأمور طيبة حنولدها الثاني طبيعي. لكن لو ولدت اثنين قيصري بعد كده حنستمر طول الولادات قيصري. فعشان كده احنا لازم نخلي الخيار حق الولادة القيصرية هو الخيار ما بعد الأخير وليس الأخير. ممتاز. لكن الآن دكتور محمد، يعني مثل ما تسمعون في كل نوع من اللغط على القيصري وفي نوع ثاني على الطبيعي، يعني في كلام ينقال هنا وكلام هنا، فوش الأبرز المغالطات اللي تسمعونها عن القيصري والطبيعي؟ طيب سؤالك ما له جواب صحيح، لأنه كل سيدة لها وضعها الخاص، وإحنا ما نقدر نعمم جواب على كل الناس. كل سيدة لها وضعها الخاص، لكن بنسبة كبيرة جدا ما لم يكون هناك سبب يمنع الولادة الطبيعية نقدر نروح طبيعي. أحيانا المغالطات بتكون قلة خبرة، أحيانا عدم رغبة من الأم للشعور بألم الطلق والولادة، عدم القراءة الكافية، وإنه الحمل مش آمن زي ما قلنا في بداية الحلقة. ما هي عارفة إيش يعني ولادة، ما هي عارفة إيش يعني طلق، من يوم جاها طلقتين ثلاثة صارت تتألم، ريحوني يا بقيصري ما بحس بشيء.
لكن دائما أقول لهم في العيادة الولادة الطبيعية ينتهي ألمها مع الولادة، أما الولادة القيصرية يبدأ ألمها مع الولادة، لأنك أنت حتتعايشي مع هذا الجرح اللي دخل في كل طبقات بطنك، عمل لك انفصال عضلي، عمل لك مشكلة في العضلات البطن، صار عندك في شق في الرحم. هذه التصاقات نتيجة عملية قيصرية، وهي أي عملية جراحية لها مضاعفات، فما بالك العملية القيصرية اللي بتدخل داخل الرحم، فهذه كلها حتتعايشي معها أنت طول عمرك، الألام هذا تعايشي معها طول عمرك. من الأمانة الطبية أننا نقول هذا الكلام كله للمرضى، الولادة القيصرية صح شيء حلو وساعة وخلصنا وطلعنا البيبي وانبسطنا، لكن أنت هتتعايش بدليل الولادة الطبيعية اليوم اللي بعده المريضة في البيت أمورها طيبة والبيبي طيب، لكن ولادة قيصرية 4-5 أيام المريضة في المستشفى التائم الجرح، نتأكد المثانة ما صار فيها شيء، البيبي طيب، الأمعاء كويسة، حركة الأمعاء والأكل كويسة، الرحم التأم بشكل طيب، الجرح الخارجي كويس، وتطلع بيتها بعد كده. ممتاز. طيب الآن السيدة اللي تكون أول مرة هذه عملية الولادة وصارت قيصري، هل الحمل الثاني لازم يكون قيصري؟ لا، حكم أن الرحم انشق والآخر. لا، لو كانت أول مرة نقدر الولادة الثانية تكون طبيعية ما لم يتكرر السبب حق المانع، اللي المانع سواء نفسه أو مانع آخر. حتى لو واحدة ولدت مثلا ولدين طبيعي وبعدين واحد قيصري وبعدين تبي تولد طبيعي إن شاء الله نقدر، لكن مو لازم حتى يكون القيصري متكرر، يعني لو ولدت قيصري بعدين ولدت اثنين طبيعي بعدين واحد قيصري بعد كده كله قيصري. ممتع. فإحنا كل وقت، عشان كده هذه الفترة جدا مهمة لتحديد الأسباب اللي حتخلينا نروح قيصري أو طبيعي. جميل. الآن إحنا طبعا تعمقنا في جانب القيصري والطبيعي، لكن لو نرجع شوي قبل ما توصل لمرحلة المخاض والطلق وإلى آخره، خلال هذه الفترة هل ينصح مثلا مثل ما نسمع أن تمشي الحامل في هذه الفترات عشان مثلا تعجل بالطلق أو أن يكون تحسن من عملية الولادة؟ المشي عموما رياضة كويسة، لكن ما يساعد بشكل مباشر أنه يسرع عملية الولادة، لأنه إحنا المشي بيكون بيخلي راس البيبي أو اللي هو أثقل جزء في البيبي يبدأ ينزل على تحت. أي كاسة موية دائما المنطقة الفاضية هي اللي فوق، لما تقلبها الموية بتنزل والهواء بيطلع فوق. وإحنا نفس الكلام، نبغى السيدة تفضل واقفة وتفضل تمشي بشكل أكبر عشان ينزل راس البيبي تحت، وليس عشان الولادة تتسرع، لأنه لابد من قبل تبدأ الولادة إنه راس البيبي ينزل في الحوض. من رحمة الله أنه الحوض عند السيدات يختلف عن الرجال. تشكيل الحوض في بعض الغضاريف اللي إفرازات الولادة تساعد على إعادة تشكيل الحوض بشكل أنه يتوسع ويستقبل البيبي، وبعد الولادة يرجع يتقفل تاني مرة. فهذه الهرمونات ما تطلع إلا وقت الولادة، ما يطلعها لا مشي ولا يطلعها أنواع معينة من الرياضة، ما لم تكن الرياضة والمشي الهدف منها زيادة ليونة ومرونة العضلات حق الحوض. فأنت لو جيتي بس وقت التاسع تبي تسوي مرونة ولياقة ما حينفع، لازم من قبل الحمل مرورا بالحمل وانت بتعملي بعض التمارين والسكوات والكلام ده. ممتاز. لكن في جانب التمارين، هل في بعض الرياضات ممنوع أن تسويها مثل القفز الحبل أو شيء من هذا؟ يعني شوف مقاطع أول، يعني في حوامل وينطون، فهل هذا ممنوع؟ الحوامل اللي ينطوا هذول متعودين، هذه حياتها هي كده، هذا الطبيعي حقها، هذه لو ما تنط هي اللي تتعب. طيب، لكن نرجع تاني مرة، إحنا الهدف من الرياضة هو زيادة ليونة ومرونة العضلات بما لا يضر الأم والطفل. فأنت لو تزودي تمارين الإطالة، المشي بشكل بس عشان أزود اللياقة البدنية، هذا جدا ممتاز، لكن ما حيسرع لك عملية الولادة، لأن الولادة لها وقت محدد ومقنن ربنا كاتبه سواء مشيتي أو ما مشيتي. نعم. في عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندي زوجتي في بداية الشهر الثامن، والبارح جاها ألم ونزل منها الله يكرمك زي الوصلة مثل كيس صغير. طيب، في هذه الفترة برضو مهم، لما نفس الكلام اللي قلناه أول، لما ينزل دم أو نزيف أو التهابات أو موية على طول نراجع الطوارئ، لو كل شيء سليم وكيس البيبي لا زال مقفل والرحم مقفل، السيدة تقدر ترجع البيت مارس حياتها طبيعية، يكون هذا شيء عرضي وليس مرضي. لكن لو راحت المستشفى ولقينا والله إنه كيس البيبي فك أو في بداية أعراض التهاب أو بدأ عنق الرحم يفتح لبداية الولادة، وقتها حنبدأ نتخذ إجراءات أخرى، منها أحيانا التنويم، بعض المضادات الحيوية،
وهذه أشياء تانية. فهو المفروض أنه يعني أرسل الرسالة وهو في المستشفى أكيد. ما ينفع أمس واليوم رسلنا رسالة ولسه ما سوى شيء. أي سيدة في أي شهر من الحمل عندها نزيف، عندها قطع دم نزلت أو موية أو آلام، لابد لها أن تراجع الطبيب مباشرة، نطمن هل هذا الشيء طبيعي، ترجع البيت. لا والله في شيء يحتاج أدوية وعلاجات، نومنا. ممتاز. أخيرا في وصولنا لنهاية الحلقة، هل ودك توجه نصيحة معينة للسيدات بشكل عام أو حتى للأزواج بشكل عام في جانب رحلة الحمل؟ في شيء أخير لازم نقوله، اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة للسيدات، هذا يبغى له حلقة كاملة. لكن مهم جدا للأزواج وللمحيط حق البنت أو الأم الجديدة إننا ندعمها بشكل جدا كبير، لأنها بعد الولادة هتلاقي في يدها طفل ما هي عارفة ترضعه، ما هي عارفة تمسكه، أنا شكلي كيف صار، هذه بطني متى حترجع، لو عملية صار في شق وحترضع، والزوج من هنا تغيرات كثير بالضبط. فلا بد من الدعم النفسي في هذه المنطقة أهم من اللي في البدايات، لأنه بيأثر كثير على رضاعة البيبي، على حبها للبيبي، على حبها لتكرار التجربة، لما تكون والله الرحلة سعيدة ونهايتها سعيدة ووصلنا المكان جميل. فلا بد الكل يتعاون في هذا الموضوع عشان برضو إحنا كدكاترة نسوي ولادة، يفضل العيادة شغالة ويروح المرضى ويجوا إن شاء الله. ممتاز. أخيرا شكرا لك دكتور محمد ولتواجدك معنا اليوم. حياكم الله. شكرا لكم. الشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام، وكان في ضيافتنا دكتور محمد أحمد إدريس، طبيب نساء وولادة. أيضا أشكر زميلي من الإخراج عبد العزيز آل سحيم. وإلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنت معكم أنا عبد الله العامري، وإلى لقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.